في هذه البقعة الجغرافية على كوكب الأرض والتي يحكمها قانون الغاب، فالقوي فيها يحكم الضعيف، كان لابد من ابتكار مشاريع عملاقة تواكب تحديات هذه المرحلة. وبرغم أنها منطقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فقد اتجه مجموعة من الخبراء يترأسهم الخبير حنشتاين بخطوات ثابتة لتغيير واقع هذا البلد. لقد فكرت طويلا، وكان لابد من اتخاذ هذا القرار الحاسم والهام وفي الوقت المناسب. جاءت الأوامر وصدرت التوجيهات من غرفة عمليات المهمات الصعبة، واتجه رئيس فريق الخبراء إلى أقرب مخزن، وبكل استبسال قام بأخذ العبوة الكافية. هل حصلت عليها؟ نعم. إذن خذ الكمية واتجه إلى الممر وبأقصى سرعة. وفي سباق مع الزمن اتجه الخبير حنشتاين إلى المعمل السري وأخذ السطل الذي صنع خصيصا لهذه المهمة، وقام بصب الماء المنقع والممزوج بقطرات المطر في مدرب السيل وعظم، وبحرفية عالية ودقة متناهية وفي اللحظة المناسبة صب الماء وبمقادير علمية محددة. كان الخبير حنشتاين هو المشرف الأول على هذه المهمة الصعبة. أكاد أجزم ومن خلال خبرتي الطويلة أن هذه المهمة من أصعب المهمات التي قمت بها في حياتي، والسبب أنه كان هناك أكثر من نوع من الحناء، ولكن وقع الاختيار أخيراً على الحناء الحرازي، وذلك استناداً لما قال الفنان الكبير فيصل علوي: علم حنة وعلم حنة. وبعد لحظات صعبة حبست فيها الأنفاس أخذت عينة من الخلطة السحرية التي ستغير وجه المدينة، وبعد اختمارها تم خلطها وأخذ كمية محددة منها وتم تعبئتها في القمع. بدأت العملية، امتدت يد المستفيد الأول، وبدأت ملامح أحد أهم المشاريع العملاقة في العالم بالتكشف. وفي هذه اللحظات لم تعد الأمور كما كانت عليه قبل مد اليد، ولن تمحى ملامح هذا المشروع العملاق إلا بعد الدعك جيداً بالماء والصابون. بالطبع لم تكن الأمور سهلة علي وعلى هذا الفريق المختص، عليه من الله ما يستحق، ضيعوا وقتنا على الفاضي. انتهت رحلتنا مع مشروع من أهم المشاريع العملاقة في اليمن. التالي كوافير عملاقة.